فكرة الأغنية بدأت بأنه لا مارك ديال لالا مودا بغات تنتج أغنية خاصة بها هي اللي بدأت تطلقها في الأعمال ديالها بلا ما يبقاو يطلقوا أغاني ديال الناس آخرين. فتم الاختيار، وقع الاختيار عليا أنا وعيطولي حيت هما متواجدين في طنجة، عندهم طنجة وتطوان. دونك طنجة تلاقيت بهم قالوا لي هالفكرة شنو هي، سمعوني الأغنية قالوا لي واش أنت موافقة، عجبتني الفكرة وعجبني يعني أول مرة غادي جاني ستيل خليجي يعني ما عندها علاقة بمغربي، خصوصا بأن النهار اللي بديت وأنا في مغربي. فقلت علاش لا نجرب هاد التجربة هادي، وسولت في سناب شات درت لهم واحد بحال اختبار، قلت لهم خديت رأي ديالهم استطلاع رأي، قلت لهم اللي بغاني نبقى في مغربي يقولوا، اللي بغاني نمشي نلون في الخليجين يقول. ولقيت الأجوبة كلهم كلشي باغي يسمعك لمياء في الخليجي في الخليج. وتمت هاد الأغنية وتم هاد العمل. أنا ما حابساش لأنه فريمون مورا دابليو تنقلب على شي حاجة مختلفة بداك الشكل، فهمتي؟ تنقلب على شي حاجة اللي جديدة، دبليو كانت جديده. سكيفي اغاني راه كل نهار تقريبا كيجيوني بزاف ديال لي ماكيت من هنا، من الناس، من الدراري ديال برا، من كل شيء. كنحاول نقلب على شنو هو الجديد اللي غيعاود عاوتاني يدير واحد القلبه في الاغنيه. دونك انا كنوجد ماشي ما جالساش.